من خلف ستار النزوح يرقب هذا الطفل العودة إلى منزله، كما يرقب ذلك ملايين اليمنيين نازحون قد لا تمسح من ذاكرتهم مشاهد الدمار الذي حل في مدينتهم بسبب حرب الميليشيا، وحسرة على ماض جميل لم يتوقعوا أن ينتهي امتداده يوما. فآثار وتداعيات انقلاب الميليشيا على الدولة ظهرت جليا في الأرقام التي أصدرتها منظمات أممية. مفوضية اللاجئين على لسان ممثلتها آيتا سخويتي أشارت إلى أن عدد المهجرين قسريا بسبب حرب الميليشيا وصل إلى أكثر من 3 ملايين، مشيرة إلى أن الأزمة الراهنة ما زالت تجبر الكثير من المواطنين على ترك منازلهم بحثا عن الأمان الذي غيب بفعل ممارسات الانقلابيين. لوران ديبوك ممثل منظمة الهجرة الدولية هو الآخر، أكد بأن أوضاع النازحين أصبحت مقلقة خاصة مع صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية، مشيرا إلى أن استمرار النزوح الداخلي لفترات طويلة يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية الشحيحة أصلا. ولا معنا غس ولا دوان مطبخ ولا معنا حاجة، حرم نذكر بالخيمة أنا حضر ما معي حاجة، أدور لي فتب شوي ماء علي كذا كان يشربها ونسمه الله أكبر. تتفاقم معاناة اليمنيين في مخيمات النزوح بسبب حرب الميليشيا في الوقت الذي ينتظرون فيه الخلاص من رحلة العذاب التي أنهكتهم.